خطر 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 لعب وقوية وترتد وتشارع على طول وكل خطرة في المرمى في المرمى في المرمى للعب وداخل المرمى ويسجل مين التماوي التماوي يكملها بمتابعة في المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 7 من تباطؤ في خط دفاع الوحدة ارتدت من مصر محرز وجدت التماوي دبار أمامنا في الشاشة واحد أيضا من اللاعبين الجيدين التماوي وغاب نتيجة الإصابة ويعود اليوم بهدف شوف هنا تسديدة قوية لتسدد وهنا ارتدت بين المدافعين ما كان في أحد أقرب التماوي وبلعبه هو على الأرض كذا حطها في المرمى وهنا أنا أقول فيصل بامحرز.